فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط البدعة؟ حيث إن بعض الناس يطلقونها بتوسع كبير. البدعة ضبطها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فكل محدث في الدين فهو بدعة، فهو بدعة وليس من الدين. الذي يتقرب إلى الله بعبادة أو ذكر أو غير ذلك لم يأتي به الرسول فهو بدعة. نعم.